خلفكم نبراس المواطن خلفكم نمشي توازن أنت ونبراس المواطن خلفكم نمشي فعايل ترى احنا اهل الفعايل فيكم نبقى بالصدارة فيكم نبقى بالصدارة. اجتماعي وتحب التواصل، لكن انت بهالطريقة ما تساعد في وقف انتشار العدوى. وقبل كل شيء حاول انك تسلم من مسافة آمنة. بالنسبة للأماكن المغلقة مثل المصاعد، تأكد انك تبتعد عن الأشخاص اللي معاك. اما اذا كنت واقف في اي طابور، تأكد انك تترك مسافة بينك وبين اقرب شخص لك. وحزة الدفع، استخدم البطاقة بدال العملة الورقية. واخيرا تجنب حضور او إقامة المناسبات الاجتماعية الخاصة والعامة من أجل صحتك. الاجتماعية الخاصة والعامة من أجل صحتك. انتشار العدوى يتم بشكل سريع، وكثرة اختلاطك بالآخرين تصعب عملية حصرهم عند الإصابة. خل هيمات السلطات الصحية تحد من هالشيء، ويبقى الكل بأمان. نسأل الله السلامة للجميع. مع تحيات وزارة الصحة، مكتب الإعلام الصحي. شيء يصدم الإنسان يعني فعلا، أنه بعد سنة من كل بذل هالجهود هذه تصير انتكاسة بهالحجم.